وأنا مستحيل أتراجع عن قراري وأتوقف عن اليوميات بعد ما شفت مباني الأغنياء وسياراتهم. ولكن أول حاجة خلينا أوريكم اليوم بدأ كيف لحد ما وصلنا هنا. بدأ يومنا في الصباح الباكر جدا، تقريبا الساعة 5:45 أنا في المكتب لأنه كان عندي مذكرات كان لازم أنتهي منها. بدأنا بداية سيئة وكنت نحسان جدا، ولكن بعد ما استمرت في الشغل انتهيت من المذكرتين. وانا ما عارف حركة القلم دي هل كل الناس بتعمله ولا انا البراي بعمله. مهم انتهينا من المذكرات وجهزنا نفسنا ومشينا نوديها للمدير عشان يراجع علينا، وكون يكون عندنا هذا القدر القريب من اللون الاحمر بعد المراجعة فهذا يعتبر انجاز. وبعد الدوام استقلينا المترو وذهبنا لكيكي واستلمنا منه البطاقة بتاعت مازن، وبعدها طوالي قلنا لي يلا يلا يا خلاص يلا اقطع وشك اديت غرضك يلا 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 شكرا على السعي يلا على السلامة. بعدها اكلنا في اضبط مطعم في شارع الشيخ زايد وارخص مطعم برضو، وقعدنا بعدها نتمشى في شوارع دبي مدينة الاغنياء وفكرت في حاجة.